وبالشفاء. عسلامة ومرحبا، كيف العادة معكم وصف العابد في صحة وبالشفاء. تركيزنا دائما في نصايحنا في صحة وبالشفاء على أحداث التوازن وكيفاش نلقى الطريقة للوقاية باش ما نلتجأش للعلاج. اليوم باش نحكي على فايدة مهمة برشا، والعديد من المستمعين راهم سمعوا بها النبتة هذه اللي هي نبتة الصبار أو ما يعرف بنبتة لالوفيرا. لالوفيرا هي اسم يطلق على الهلام الموجود داخل أوراق الصبار. معنا العديد من أنواع الصبار، لكن لالوفيرا اللي نحكيو عليها هي نبتة يكاد يكون طولها 40 سنتي، لكن ما نجموش كل أنواع الصبار نستهلكوها، وذلك علاش يلزم إنسان يستشير أهل الذكر وخاصة الناس اللي ممكن تحدث في زراعتها والإنتاج متاعها. لالوفيرا هي النبتة الصيدلية ومعروفة يعني بكل ما هو المجال الوقائي، المجال الطبي والجمال، حتى انه اشتهرت بها كليوباترا وكانت معروفه بالجمال متاعها وتدهن الجسم متاعها الكل باللويفيرا. كيف كيف في الحروبات كانوا يستعملوها ضد والالتئام الجروح. كل ما هو حروق نستعملوها. هي غنيه بكل انواع الاملاح، اذا كان للتذكير تحتوي على ما يقارب 300 عنصر غذائي، كل الاملاح الكالسيوم الصوديوم الحديد الاحماض الامينيه، كل انواع الفيتامينات وخاصه حامض الفوليك، فيتامين سي غنية جدا. وممكن من أهم الفوائد متاع الألوفيرا ينجم يكون استعمالها داخلي أو خارجي. كنقوله داخلي يعني ابتداء من الفم تقوم بإصلاح سلامة الأسنان، التهابات اللثة، الالتهابات اللي نجم تكون موجودة في الحلق، البلعوم، نوصل للمعدة يعني تجديد الخلايا وتنسيق التوازن الموجود للحموضة في المعدة، كل ما هو جهاز هضمي، الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، تقييم من البواسير حتى لين تعمل سيرورة وحسن توازن في الجهاز الهضمي. الاستعمالات الخارجية هي مهمة، كل ما هو جلد، التهابات، حروق بالشمس أو حتى بعض الأمراض، ومن أهمها الصدفية. صدفية لكن يجب نعرفوا التركيز واستشارة الأخصائي باش نجموا نعرفوا ما هي الجرعات اللازمة. الفوائد متاع الألوفيرا أن يتقع تركيز، وإحنا نعرفوا أنه عنا جرعات للتنظيف الداخلي. إذا كان نظفنا الأعضاء داخليا هذا مش يظهر خارجيا. إذا كان نحكي على كل ما هو جلدة أو علاج حب الشباب أو كل ما نقولش التشوهات لكن التغيرات في لون البشرة، معروفة بكل أنواع الفيتامينات وخاصة فيتامين بي. وإحنا قلنا وحكينا على البي دي 7 بي 17 لاميجدالين اللي هي معالجة ومهمة لمرض عافانا وعافاكم الله مرض السرطان. النبتة مهمة نجم تكون حتى في المنازل متاعنا موجودة واستعمالاتها. إذا كان ربة البيت عملت حروق يعني بآلات المطبخ ولا بتقطيع يعني بالاستعمالات الحادة، ولا حتى حرفيين اللي هم يستعملوا كل ما هو أيادي، نجم نستعملوا القليل من نبتة الألوفيرا تعمل التئام الجروح، تنظيف وتطهير الجروح وخاصة تجديد الخلايا. حاجة اللي هي مهمة وإحنا قلنا النبتة صيدلية تعالج التهاب المفاصل وهشاش العظام، تعالج التهاب الروماتيزم، كل ما هو أنواع وخاصة أهم عضو اللي هو الكلوة، هي تنحي الحصوات الموجودة في الكلوة. كيف كيف تحدث الطاقة لكي تشتغل الكلى في أحسن الطاقة متاعها وأحسن العمل. يعني إذا كان نلخص، لالوفيرا هي تعمل عملية تنظيف وتطهير كل الأعضاء الداخلية لكي يبرز الفايدة متاعها خارجيا، دونك تحدث غسل للبشرة بكل ما يشوبها من أثار من جروح من حروق. إن شاء الله تحمينا صحتنا، ولالوفيرا تكون صيدلية منزلية لكل بيت وصحة وبشفاء. صحة وبشفاء.